السلام عليكم تلاميذي الأعزاء الحلوين، أعزائي معكم المعلمة زهراء حسين بدرس جديد من دروس قراءتي للصف الثالث الابتدائي. الصداقة الحقيقية هي أن لا يتخلى الصديق عن صديقه وقت الضيق والشدة، بل يقف معه بكل الأحوال والحالات، فيفرح لفرحنا ويحزن لحزننا ويواسينا ويقدم لنا يد المساعدة والعون. فالصديق وقت الضيق. نشاهد في هذه الصورة يا حبايبي الحلوين بطتان مع سلحفاة. إذن درسنا لهذا اليوم بطتان وسلحفاة. راح أقرأ الدرس حبايبي الحلوين وأريدكم تتبعون وياي. بطتان وسلحفاة. سكنت بطتان في غدير، وسكنت معهما سلحفاة، وأصبحت السلحفاة صديقة للبطتين، تزورهما كل يوم، فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، وأرادت البطتان أن تغادرا المكان وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت السلحفاة: أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة. فكرت البطتان وقالتا: السلحفاة لا تقدر على الطيران، فكيف السبيل إلى حملها؟ أحضرت البطتان عصا، وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها، وطلبتا من السلحفاة أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا لها: لا تخافي أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر، امسكي بالعصا جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر، فتقعي وتموتي. شاهد بعض الناس البطتين تحملان السلحفاة فقالوا: عجب عجب، بطتان تحملان سلحفاة. أرادت السلحفاة أن تتكلم، لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا تتكلم، إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء. شكرت السلحفاة البطتين على معروفهما، وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة. يلا حبايبي الحلوين، أطلب منكم فقط اللي أصيح اسمه يفتح المايك، والباقي رجاء من بس تغلقون المايكات حتى لا يصير صدى يمنه. يلا حبيبي يسار. نعم سانسي. يلا عيني اقرأنا الدرس. بطتان وسلحفاة. سكنت بطتان في غديون، وسكنت معهما سلحفاة، وأصبحت السلحفاة صديقة للبطتين، تزورهما كل يوم، فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، وأرادت البطتان أن تغادر المكان وتذهب إلى غدير آخر في ماء كثيرون. أحسنت، شكرا ماء لك يا كثيرون. سوري، ممتاز يا بطل. يلا منه. أحسنت يا سوري، قراءة ممتازة. جاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإننا ذاهبان إلى غدير آخر. ذاهبتان. فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت السلحفاة: أنا لا أقدر
على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدتين. فكرت البطتان وقالتا: السلحفاة لا تقدر على الطيران، فكيف السبيل إلى حرها؟ أحسنتي، شكرا، بارك الله بيك يا وردة. يلا منا العفو، يلا شموسة. مساء الخير سانسي. مساء الأنوار حبيبتي شموسة. يلا حبيبتي أكملي القراءة. أحبت البطتان عصا وأمسكت كل واحدة منها طرفا بمقارها، وطلبتا من السلحفة أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا: لا لا تخافي أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر. أمسكي بالعصا جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر، فتقعي وتموتي. شاهدي بعض الناس البطتين تحملان سلحفة، فقالوا: عجب عجب، بطتان تحمل سلحفة. تحملان سلحفاة. أحسنتي منوشة، بارك الله بيك. يلا زهراء لؤي. شمس. نعم سانسي. يلا حبيبتي زوزة. أرادت السلحفاة منوشة شموسة نفس الشي. شمس وان. حبيبتي يلا زوزة. أرادت السلحفاة أن تتكلم، لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا تتكلم، إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء. شكرت السلحفاة البطتين على معروفهما وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة. ممتاز يا زهراء، عاشت إيدش على هاي القراية الحلوة. يلا عيني هسه علي جنكيز. نعم سانسي. البطتان والسلحفاة. نعم. سكنت بطتان في الغدير وسكنت معهما سلحفاة، وأصبحت السلحفاة صديقة للبطتين، تزورهما كل يوم، فيقضي ثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، وأرادت البطتان أن تغادر المكان وتذهب إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. أحسنت علاوي، بارك الله بك. يلا يلا كرومي. كرام. يلا حبيبي. قالت السلحفاة: أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركان وحيدة. فكبت البطتان وقالتا: السلحفاة لا تقدر على الطيران، فكيف السبيل السبيل إلى حملها. أحسنت. أحبرت البطتان عصا وأمسكت كل واحدة منها طرفا بمنقارها، وطلبتا من السلحفاة أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا لها: لا تخافي أيها الصديقة. أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر. أحسنت، ممتاز كرومي. يلا عباس أحمد. يلا عباسي. أمسكي بالعصا. جيدا. ولا نعم. تتكلمي في أثناء السفر. فتقعي. تعلق
فتقري وتموت. شاهد بعض الناس بطتان تعمل سلحفاة وقال عجبا عجبا بطتان تعمل سلحفاة. أرادت السلحفاة أن تتكلم ولكن تذكرت لكنها تذكرت تذكرت مسرعة البطتان فسكتت وبقيت ساكتة إلى لا تتكلموا إلى أن نوصل الثلاثة وصل الثلاثة إلى غدير في ماء شكعت السلحفاة البطتان البطتين البطتين على معروفهما وعاشت معهما غدير جديد سعيد. عفي عباس أحسنت يا بطل. يلا رهوفة. نعم سانسة. يلا حبيبتي. بطتان والسلحفاة. سكنت بطتان في غدير وسكنت معها سلحفاة فأصبحت السلحفاة صديقة للبطتين تزورهما كل يوم فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير وأرادت البطتان أن تغادر المكان وتذهب إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا السلام عليك فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت السلحفاة أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة. فكرت البطتان وقالتا السلحفاة لا تقدر على الطيران فكيف السبيل إلى حملها. أحسنتي بارك الله بك. يلا منتظر نظوري. مساء الخير سانسي. مساء الأنوار حبيبي. أحضر البطتان عصا وأمسكت كل وحدة واحدة منها منهما الطرف بمنقارها وبطتان وطلبتا طلبت منهم السلحفاة أن تتعلق في وسط العصا وقالتا لها لا تخافي أيتها الصديقة الصديقة سنطير بك إلى غدير آخر. أمسكي بالعصا جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر فتقعي وتموتي. شاهدوا بعض الناس بطتين تحميلان سلحفاته فقالوا عجب عجب بطتان تحملان سلحفات. أحسنت نظوري بارك الله بك. يلا علي توفيق. شكرا لك يا وردة. علي توفيق. نعم سامسي. يلا حبيبي أكمل القراءة. أرادت السلحفات تتكلم أن تتكلم وتذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا
لا تتكلم. لا تتكلم إلى أن وصلوا الثلاثة إلى غدير ماء. غدير ماء. فيه ماء. عفوا. شكرت السلحفات البطتين على معروف بهما وعاشت عفية معهما في الغدير سعيدا الجديد جديدا وسعيدا سعيدة جديد. أحسنت يا علاوي، بارك الله بك، شكرا لك. يلا إبراهيم. نعم سانسي. يلا برهومي. البطتان والسلحفات. سكنت بطتان في غدير وسكنت معهما السلحفات، وأصبحت السلحفات صديقة للبطتين وتزورهما كل يوم، فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، ورادت البطتان أن تغادر مكانه وتذهب إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفات وقالتا السلام عليك، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت شكرا يا إبراهيم، أحسنت، ممتاز يا بطل يا شطور. يلا رغد علي. رغد علي. نعم. يلا حبيبتي. قالت السلحفات أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة. فكرت البطتان وقالت السلحفات لا تقدر على الطيران، فكيف سبيله السبيل إلى حملها. أحسنت يا رغودة، بارك الله بيك يا شطورة. علي نور الدين. شكرا حبيبتي، شكرا إليك. علي نور الدين. أحضرت البطتان عصا وأمسكت كل واحدة منها طرفا بمنقارها، وطلبت من السلحفاة أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا لها لا تخافي أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر. أمسكي بالعصا جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر فتقعي وتموتي. شاهد بعض الناس البطتين تحملان السلحفاة فقالوا عجب عجب، بطتان تحملان السلحفاة. أرادت السلحفاة أن تتكلم لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا تتكلم إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء. شكرت البطتين على معروفهما وعاشت معهما في غدير جديد سعيدة. أحسنت، بارك الله بيك يا شطوري. هسه حبايبي الحلوين، عندنا معاني الكلمات. الغدير بقعة يجتمع فيها الماء، تغادر تترك، السبيل الطريقة، السمر الحديث ليلا، جفة يبسة، معروفهما إحسانهما عمل الجميل. عندنا هسه تدريب الأول. يلا حبايبي الحلوين أشوفكم بالكاميرا، اللي يرفع إيده هو يقوم يحلي. أجب عن الأسئلة الآتية: أولاً أين سكنت البطتان والسلحفات؟ أين سكنت البطتان والسلحفات؟ يلا كرومي. سكنت في غدير ماء. أحسنت يا كرم، سكنت في غدير. سؤال الثاني: لماذا غادرت؟ حلوا حبايبي أنتوا بالقراءة، أو إذا حالين فتأكدوا من حلكم. لماذا غادرت البطتان المكان؟ يلا يا بطل يا شطور يجاوب.
لماذا غادرت البطتان المكان على جنكيز؟ لينجف ماء الغدير. ممتاز يا علاوي، غادرتا المكان لأنه جف ماء الغدير. أحسنت. ثالثا، كيف حملت البطتان السلحفات؟ يلا زوزة. أحضرت البطتان عصاً وأمسكت كل واحدة منها بطرفين بمنقارها وطلبتا من السلحفات أن تتعلق في وسط العصا. ممتاز يا زهورة، بارك الله بيك يا شطورتي. أحسنتي. كيف حملت البط شكرا لك. كيف حملت البطتان السلحفات؟ جواب زهراء هو أحضرت البطتان عصا وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها وطلبتا من السلحفات أن تتعلق في وسط العصا. سؤال الرابع، سمعت السلحفات كلام الناس، ماذا قالوا؟ يلا ماذا قالوا؟ يلا من يجاوبني يرفع ايده واني اشوفه. يلا من شافوا الناس السلحفات متعلقة ماذا قال؟ يلا علي توفيق. نعم سامسي. يلا حبيبي شنو الجواب؟ عجبون عجبون. ممتاز. عجبون عجبون. بطتان تحمل السلحفات. ممتاز يا وردة يا شطور، أحسنت. قالوا عجب عجب، بطتان تحملان سلحفات. ممتاز يا علاوي. سؤال الخامس، ماذا يحدث لو شكرا لك، ماذا يحدث لو تكلمت السلحفات؟ شي يصير بيها؟ يلا منو يقول لي ماذا يحدث لو تكلمت السلحفات؟ يلا برهومي. نعم سانسي، تقع وتموت. أحسنت يا إبراهيم، تقع وتموت. ممتاز يا شطار يا حلوين. عندنا هسه تدريب الثاني، من يقرأ لي يا شطوري؟ تدريب الثاني يلا منه، اقرأ واكتب في دفترك. بطة واحدة، عصفور واحد، بطتان اثنتان، عصفوران اثنان، ثلاث بطتان ثلاث عصافير، أربع بطات، أربع عصافير، أربعة عصافير، خمس بطات، خمسة عصافير. أحسنتي، خمسة عصافير. أحسنتي، ممتاز. حبايبي الحلوين، إحنا بالمدرسة عرفنا يعني شنو مفرد ومثنى والجمع، هسه راح نراجعها سواء أنا وياكم. المفرد قلنا شنو؟ ما دل على شيء واحد، ما دل على شيء واحد، مثل معلمة، قلم، تلميذ، بطة. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، قلنا اثنين للمذكر يعني معلمان، قلمان، اثنتين للمؤنث مثل معلمتان، تلميذتان. إذن المثنى ما دل على اثنين مثل هاي البطين، واحد اثنين، إذن اثنين. الجمع ما دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة، أربعة، خمسة، مية، هو أكثر من اثنين مثل معلمات، أقلام، تلاميذ. هنا عندنا حبايبي الحلوين يطلب من عندنا نحول الجملة من المفرد إلى المثنى ثم الجمع. يعني ألف صاح الديك، الديك صاح، صاح الديكان يعني مثنى، ديكان اثنان، الديكان صاح. كتب التلميذ، التلميذ شو يصير؟
يلا يا بطل يقول لي التلميذ، هنا أنا كتب التلميذ، شو يصير التلميذ؟ يلا علي نور الدين، يلا التلميذ كتب. أحسنت، كتب التلميذ، كتب، كتبت التلميذ، كتب التلميذان، التلميذان. يلا منتظر لا حبيبي، شكرا لك علاوي، بس نعطي مجال لبقية زملائك. التلميذان شو تصير؟ كتب مفرد، إذا مثنى مفرد. هنا أنا صار باوع، هنا منتظر. التلميذ على الشاشة، التلميذ كتب، إذا اثنين التلميذان شو تصير؟ كتب، كتبا. أحسنت، ممتاز نظوري حبيب قلبي، ممتاز. صاحت الدجاجة، الدجاجة صاحت، صاحت الدجاجتان، الدجاجتان صاحتا، هنا مثنى. كتبت التلميذة، التلميذة، يلا شموسة شو تصير؟ التلميذة كتبت. أحسنتي، ممتاز يا شطورة، كتبت. شكرا إليك يا وردة. يلا علي جنكيز، كتبت التلميذتان، التلميذتان كتبا، كتبتا. أحسنت يا علاوي، كتبتا، ممتاز يا وردة يا شطور. عندنا هنا تدريب الرابع، يريد نسوي هذه الجمل على شاكلة هذه الجملة، يعني أنا لا وإلا، نضع لها أنا لا وإلا. أكمل الفراغ في الجمل التالية على غرار المثال: أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء. يلا من يحل النقطة الأولى؟ النقطة الأولى نحط لها أنا لا وإلا، يلا من يحل النقطة الأولى يا شطور؟ أنا، يلا يلا منه أساسي. يلا النقطة الأولى شو نضع بالفراغ؟ أنا لا أعبر الشارع إلا من مناطق العبور. ممتاز يا منوشة يا شطورة، أنا لا أعبر الشارع إلا من مناطق العبور. النقطة الثانية يلا يا شطور، النقطة الثانية، النقطة الثانية، يلا إبراهيم، إبراهيم يلا حبيبي حلو، يلا النقطة الثانية. أنا أسهر في الليل. أنا أسهر في الليل. لا أنا لا، أنا لا أسهر في الليل. نعم، في أيام إلا في أيام العطل. ممتاز يا برهوم يا شطور، أحسنت. ثالثا يلا من يحل النقطة الثالثة؟ يلا منتظر. نعم سانسي، يلا حبيبي. نعم النقطة الرابعة، أنا الثالثة. لا الثالثة، الثالثة نظوري. أنا لا، أحسنت، أنا لا أتكلم في أثناء الدروس، الدرس العفو، إلا أخلص واجباتي، إلا بإذن المعلمي، إلا بإذن المعلمي. أحسنت، أحسنت، أنا لا أتكلم في أثناء الدرس إلا بإذن المعلمي، ممتاز يا منتظر. يلا رهوفة النقطة الرافعة، يلا رهف علي، يلا رهوفة. نعم سانسي، يلا حبيبي النقطة الرابعة. أنا لا، أحسنتي، أنا لا أتناول الطعام إلا في وقت الطعام، إلا في وقت الطعام، أحسنتي يا وردة يا شطورة. يلا حبايبي الحلوين نقلوا هذا التدريب، يلا ماما نقلوا، حلوا بالقراءة وبعدين نقلوا بدفاتركم، واللي حالة بالدفتر خليه يتأكد من الحل مالته.
عفية منيح. هسه راح أشوفك حبيبي. عفية منوش أحسنتي يا وردة. يلا وانتظر. راويني دفترك يا شطوري. عفية بعلي جنكيز. ممتاز يا وردة يا شطور. ممتاز علاوي أحسنت. يلا منتظر حبيبي. راويني الواجب مالتك. عفية بالشطور. عفية بمنتظر. ممتاز. ممتاز يا وردة. يلا منو بعد يراويني دفتره؟ يلا يلا يا حلوين يا شطار. سانسي أنا علي نسيت أكتب التدريبات. يلا حبيبتي هسه تكتبيها. عفية. عفية بزهرة. ممتاز يا شطورة. أحسن. نسيت أكتبها بالدفتر. علي نور الدين. ممتاز حبيبتي كتبيها يلا. أحسنت علاوي. علي نور الدين. ممتاز. علي توفيق. ممتاز يا شطور. أحسنت. عفية بالحلوين. كاتبين الدرس والتدريبات. ممتاز يا ورود. ممتاز يا شطار يا حلوين. يلا بعد أريد البقية كلكم تخلصون. راسي نكتب معاني الكلمات؟ نعم طبعا أكيد معاني الكلمات طبعا تكتبوها يا حلوين. عفية إبراهيم. ممتاز يا برهومي. ممتاز يا شطور. نكتبها. أحسنت يا برهومي. حبايبي الحلوين أحد عنده سؤال أو استفسار عن الدرس إذا يشوف الدرس صعب أو سهل؟ ها حبايبي؟ في التدريب الأول ما لحقت أخلصه. حبيبتي أنا دازت لكم الفيديو يعني أنت ما شايف رغد؟ أنا دزيته وقلت لكم تشوفوا تتبعون وياي القراءة صحيح ماما لولا؟ حبايبي الحلوين اكو احد عنده سؤال او استفسار او ما فاهم فشي من الدرس؟ نانسي انا كاتب التعبير الكتابي شرط المرور. عفية بعلاوي هذا التعبير الكتابي احنا راح ناخذه يوم السبت ماما. عفية بالشاطر احسنت. حبايبي الحلوين لعد لهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكونون انتم فهمتوه شفتوا درس سهل وحلو عليكم. راح ادزلكم الفيديو مرة ثانية للي ما كمل او ما لحق يكمل كتابة التدريبات. يلا مع السلامة يا حلوين. سلامة ساسي. مساء الخير. مساء الانوار حبيبي. مع السلامة منتظر. يلا مع السلامة.